هو مرض لا زال يزهق أرواح الكثيرين من المرضى أو الجزائريين، يعرف بالمرض الخبيث أو مرض السرطان. في هذا العدد من برنامج بعيون الجزائرية نحاول أن نسلط الضوء على ما هو هذا المرض وما هي أسبابه وإلى أين وصلت الدولة في التكفل بالمرضى، وهل من آليات جديدة للعلاج؟ كل هذا تتابعونه في عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. مرحبا بكم معنا. زيادة لعدد المرضى بالسرطان في بلادنا بصفة عامة، ماشي في ولاية باتنا كما بزاف إشاعات تقول بلي باتنا فيها أكبر عدد من مرضى السرطان. هذا ديما نقول بلي راهو خطأ. ولاية باتنا كما باقي ولايات الوطن فيها تزايد في مرض السرطان، اللي راهو مرض العصر نظرا للتغير في نمط المعيشي للمواطن الجزائري. في المركز مكافحة السرطان هنا في باتنا في مصلحة الأورام السرطانية عندنا عدد كبير من المرضى. مثلا في 2015 العام الماضي كان عندنا 1553 حالة. إذا هضرنا على 1553 حالة جديدة، هذا بدون ما ناخذ عدد المرضى اللي تشخصوا واستقبلناهم في السنوات اللي قبل. سرطان الثدي يمثل أول مرض بنسبة كبيرة، 366 حالة في 2015. في العام الحاضر 2016 رانا في 259 حالة سرطان ثدي. إذا السرطان مرض شائع في تزايد. من عدة نواحي نفسية اجتماعية، لأنه المريض في حالته النفسية كيفاش المجتمع حيشوفني، كيفاش حنعيش، نوعية صراع. تعتمد على اعتقادات وكيفاش يشوف الدنيا هذه بالنسبة لي وش تعني له، وعلى المجتمع المحيط به، سواء كان المجتمع القريب جدا، العائلة القريبة، زوج أو زوجة، أبناء، إخوة. وهذا الشيء الجميل في العائلة الجزائرية نتاعنا، عائلة
برغم كل ما زالت عائلة متماسكة، هذا الشيء الجميل فيها. ومن جهتها وضعت الدولة أحدث التقنيات لمعالجة مرض السرطان والتصدي له. السرطان بحد ذاته قال مرض خطير كاع الناس تعرفوا، لكن رانا الجزائر والدولة تتكلف به منذ زمن طويل. في السبعينيات في الثمانينات كنا نتكفلوا بالسرطان، واليوم رانا دائما نواصلوا التكفل بهذا المرض، لكن بالتقنيات والإمكانيات الجديدة. إلا نهضر على التداوي بالأشعة، كان 3 سنين مقبل كان عندنا 7 أجهزة على مستوى الوطن، اليوم رانا لحقنا 30 أكسيليغاتور على مستوى الوطن باش نتكفلوا بالمرضى تاعنا. والتغطية في عدة ولايات من الوطن، من الغرب الجنوب الشرق الوسط، هذه من احد الابواب لتكافل المرضى. من ناحيه التداوي بالادويه، لا شيميوثيرابي، الجزائر رانا نستوردوا اخر ادويه، لي ديرنيغ موليكول نداوو بها المرضى تاعنا. وحتى في ميدان الجراحه، كي شفتي اليوم العمليه اللي قاموا بها هنايا الطاقم تاع لو كاك تاع باتنا، هو الوحيد على المستوى الوطني اللي يقوم بهذا النوع تاع العمليات، اللي هي اخر تكنيك شيروجيكال اللي لانا نتكفلوا بها باش المرضى تاعنا يستفادوا بها. ويرى الاخصائيون ان مرض السرطان انتقل من مرض قاتل الى مرض مزمن، وهذا راجع الى احدث التقنيات. المرض الدركا مرض السرطان أصبح مرض مزمن، ما نقولوش مرض مرعب وخطير، هو مرض مزمن. وش لازمنا؟ لازمنا التشخيص المبكر. مثلا ننصح النساء اللي شافت حست في روحها مثلا حبة ولا حاجة في الثدي تاعها، قبل ما نلحقوا الحبة هذه التشخيص المبكر، الفحص كاين لي كولاماموغرافي، هذا لو ديبيستاج، التشخيص المبكر مرة في العامين ابتداء من 40 سنة تقدر تروح المرأة دير هذا التشخيص المبكر. Bon d'abord vous savez que le cancer ça fait peur hein, tout le monde tout le monde dès qu'on entend le mot cancer déjà on a peur, mais il faut que الناس تعرف بلي دركا le cancer ne tue pas, en tout cas il tue moins que les maladies cardiovasculaires par exemple, parce que très souvent les malades on les considère comme des maladies chroniques. ما بين سرطان تشخص في بدايته وسرطان تشخص في مرحلة بعيدة، هنا فارق شاسع على جميع المستويات. المستوى الأهم أكيد هو حياة الإنسان ذات نفسه. نهزو مثلا سرطان عنق الرحم تشخص في البداية خلاص، كما احنا نحسبوها لا سيرفي، مدة العيش حتى 5 سنين راهي 99.% معناتها إذا تشخص، كل ما يتشخص المرض مبكر كل ما احتمال العلاج أكبر. ودركا هذه اللي نبغي دائما نأكد عليها، بلي السرطان راهو مرض مزمن كيما السكر كيما لاتونسيون، نعالجوه ونواجهوه ما نخافوش. فقط إذا حسينا حاجة مش مليحة يسارع الإنسان باش يكون تشخيص مبكر باش يتهز في الوقت المناسب. وأوضح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات من خلال لقائنا معه أن الملف متابع من طرف رئيس الجمهورية شخصيا. ملف السرطان هو ورشة رئاسية رئيس الجمهورية شخصيا يتابعها، أعطيها كل اهتمام. الجدير بالذكر هو أنه لابد أن نتذكر بأنه مرضانا المصابين بالسرطان في الجزائر كانوا يعانون يعني إضافة إلى المرض يعني مشاكل كبيرة، سواء من ناحية اقتصادية أو من ناحية الاجتماعية، فيما يخص التنقلات نتاعهم، فيما يخص توفير الأدوية إلى غير ذلك. فبأمر من رئيس الجمهورية تم التكفل نهائيا أولا في وفرة الأدوية، الحمد لله لم تعد هناك نظرة. ثانيا في جعل مخطط السرطان 2015-2019 ورشة أصبح لها مكانتها
حتى كنموذج على المستوى الإقليمي والدولي. ثانيا تم فتح العديد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة مرضى السرطان. ثالثا أو رابعا تم القضاء نهائيا على الشيميوثيرابي على مستوى كل ولايات الوطن، وحتى مشينا في بعض الولايات اللي فيها مسافات كبيرة فيما يخص الدوائر والسكان، فتحة في بعض الدوائر مثلا تمن راست، مثلا في الجلفة في أفلو، مثلا في أدرار، مثلا في باتنا، وانتم منذ أسبوع كنتوا في باتنا. كل هذه خلتنا نقول بأنه هناك تكفل كبير وكبير جدا. كما أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن التغطية الصحية من ناحية المسرعات فاقت المعدل العادي. العدد نتاع المسرعات ليزاكسليراتور عدد لا بأس به، فتنا حتى ما توصي به منظمة الصحة العالمية من ناحية التغطية، يعني النسبية لا بروبورسيوناليتي ما بين كل يعني العدد مثلا مليون ألف مواطن شحال لازم المسرع كذا. احنا رانا واصلين رانا ماشيين وين نوصل إلى 500 ألف أو 600 ألف معناها رانا فتنا المعدل، فتنا لنورم بكثير. وقد عرفت الجزائر ارتفاعا محسوسا لمرض السرطان، وهذا راجع إلى تغير النمط المعيشي. الرقم يرتفع لأن العدد نتاع السكان يرتفع، والجزائر من البلدان التي تعرف تحولات في المجتمع كبيرة وكبيرة جدا، والإحصائيات اللي راهي موجودة عندنا نحن في الجزائر يعني رانا نستقبل العدد نتاع المرضى نتاعنا نفس الشيء كما تستقبل الدول المتقدمة، يعني نفس البورسنتاج مثلا في فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا. غير أن الأرقام الصحيحة لعدد المرضى تبقى في مكتب الوزارة التي أجرت هذه الأخيرة إحصاء وطنيا دقيقا لمرضى السرطان. تمت العملية هذه تمت، وممكن على 10 أيام أبعد تقدير احنا عرضوكم تجيو تحضروا يكون فيه لقاء ونعطيكم العدد بالضبط. يعني اليوم العملية ما بقاش واحد يقول كل عام عندنا 40 ألف، واحد 100 ألف، واحد 50 ألف. الأعداد هذه كلها تزول، ونقول اللي مدوا هذه الأعداد لأنهم خذوها من المصدر وهو وزارة الصحة. وزارة الصحة ما فيش دراسة لكل هذه الملفات، لأنك لا قدر الله تكوني مريضة تسجلي في الجزائر تروحي لتيزي وزو وتروحي لباتنا وتروحي لسطيف، وراكي كل جهة عندك رقم. في الآن كل واحد عنده النيميرو ايدونتيفيون، كل واحد عنده مسجلين عن طريق الانفورماتيك. وخبرك بأنه راح نبدأ في العملية نتاع الإعلام الآلي في المراكز تاع السرطان على مستوى الوطن، نبدأ بها كلية باش يكون فيه تكفل أمثل وأحسن لكل مرضانا على مستوى الوطن. وللوقوف أكثر على حالة المرضى والتقرب منهم وكذا التعرف على طريقة العلاج، زرنا مستشفى مكافحة السرطان لولاية باتنا، والذي أنجز سنة 2006 وافتتح رسميا سنة 2012، حيث يضم 240 سريرا ويشمل التخصصات التالية: الجراحة، أمراض الدم، العلاج بالأشعة، قسم العلاج الكيميائي. هي في البداية المؤسسة أنشئت قصد أن تكون مؤسسة ذات طابع جهوي تتكفل بطبيعة الحال بولاية باتنا، ولاية الواد، بسكرة، تبسة وخنشلة. الآن مع الفتح نتاع المؤسسة نتاعنا رانا يعني نستقبل من جميع ولايات الوطن، يعني شل ولايات الوطن يتوافدوا على المؤسسة قصد العلاج، وإحنا رانا يعني نقوم بالواجب تجاه هذه الفئة نتاع المرضى. قسم سرطان الدم الذي يعتبر من أهم الأقسام بالمستشفى بالنظر للأعداد الهائلة التي يستقطبها هذا القسم. مرض سرطان الدم
la fréquence des cancers hématologiques n'est pas très importante. Hein. C'est 10% des cancers. Achrin fait mia, mais le cancer, tous les cancers confondus, c'est seulement 10% des cancers. Sauf que la prise en charge des cancers hématologiques est très difficile à prendre en charge. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cancer va toucher le sang. Au dem hadaïr, à la balcon, il y en a partout. Et au dem, si on n'a pas de sang, le sang est vital. Voilà. Donc s'il y a un cancer du sang, tous les organes vont être touchés. Le foie, le rein, le cerveau, tous les organes vont être touchés. Donc c'est pour ça que la prise en charge des cancers hématologiques est très difficile et très lourde, et elle a besoin d'un équipement particulier, d'une structure particulière. Avant l'équipement, le service déjà, il est particulier. C'est pas un service comme tous les services hospitaliers. Il y a des malades qu'on est obligé d'isoler pendant un mois. Et quand il est un malade isolé pendant un mois, dans la chambre indique d'isolement, il doit avoir un peu de confort en fait. Voilà. ويختلف مرض السرطان في الدم من مريض إلى آخر. On a deux types de cancers. On a les leucémies où le cancer il est dans le sang, directement dans le sang. Ça commence dans la moelle. La moelle هذه المخ هنا في المخ اللي ينتج الكليات الحمراء البيضاء واللي بلاكيت. Donc s'il y a un problème au niveau de la moelle osseuse هذه, c'est clair que ça va aller très rapidement. Tout de suite le malade est dit parce qu'il est pâle ou là parce qu'il saigne ou là parce qu'il a une infection, et là la prise en charge elle doit être rapide, sinon le malade va mourir à la maison. Il va mourir d'anémie parce que il faut que le dem où là, il va saigner, s'il saigne dans la tête, il va également mourir très rapidement. Donc là, c'est très rapide, le diagnostic est fait très rapidement. Par contre, il y a d'autres cancers, toujours les cancers hématologiques, où ça évolue un peu lentement, comme par exemple ce qu'on appelle le lymphome de Hodgkin. Le lymphome de Hodgkin, c'est des jeunes, chez nous c'est la moyenne d'âge 25 ans, et qui ont des ganglions. Oui. Alors, Hado, bon, il faut faire attention. Il faut aller voir un médecin tout de suite. Parce que, effectivement, Hado, les lymphomes, les cancers des ganglions, Hado, il faut que la prise en charge soit rapide. Non pas parce que ça va tuer tout de suite le malade, mais parce que si le diagnostic est fait tôt et si la prise en charge est rapide, on peut guérir en termes de guérison. Mais chez le malade va rechuter dans 5. Non, on peut. C'est tout à fait une guérison. Les cancers de l'enfant, ce sont les cancers hématologiques. Ce sont les leucémies et les lymphomes. Et 80% des leucémies de l'enfant sont guérissables. Vous pouvez regarder sur Internet, je pense que les gens vont regarder sur Internet. 80% des leucémies de l'enfant sont guérissables seulement avec la chimiothérapie. العلاج الإشعاعي هو أحد الطرق المستخدمة في علاج الأورام والذي يتمثل في استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة والتي بدورها تعمل على قتل الخلايا السرطانية أو الحد من انتشارها. العلاج بالأشعة هو يعتبر نوع من علاج الأورام الخبيثة مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج بالهرمونات. في حقيقة الأمر أن العلاج بالأشعة تقريبا ثلثين من المرضى يتعرضون لهذا النوع خلال فترة تعايشهم مع المرض سواء كعلاج أساسي أو كعلاج تكميلي لعلاج آخر كالأشعة والعلاج بالهرمونات والجراحة. هو عبارة عن علاج يستخدم فيه الأشعة لقتل الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها وبالتالي زيادة حجم الورم داخل جسم الإنسان. وقد اقتنت الدولة مسرعات خطية التي تساعد المريض على التقليل من التأثيرات الجانبية. المسرعات الخطية هذه تعتبر قفزة في نوعية في العلاج
بالأشعة لبعض السرطانات، لأنه قبل كنا نستخدم العلاج ما يسمى ب 2D، وهذا النوع من العلاج الحالي هو 3D اللي تستخدم فيه هذه المسرعات الخطية. من بين هذه الإيجابيات المسرعات الخطية أنه هذا تسمح بأكثر دقة في العلاج، وخاصة هي أنه نستطيع أن نقلل من الأعراض الجانبية للأشعة تلكو ليزيف سيكوندير ليزيربسيون كوتاني أو الحروق الجلدية. وقد تسمح في بعض الأحيان أن نقدم جرعة عالية من الدواء اللي هو العلاج بالأشعة، وفي نفس الوقت نحافظ على الأجهزة الوظيفية اللي تكون قريبة للورم. وأول خطوة هي التخطيط، وذلك بوضع علامات على المكان المراد علاجه، ولأنه يعتمد على قياسات دقيقة جدا تكون في حاجة إلى صنع أقنعة بلاستيكية يقوم المريض بارتدائها خلال مرحلة العلاج، مما يساعد على تثبيت الرأس أثناء العلاج. هذا الجهاز هذا سيلو ماسك، كاين زوج انواع الحاليه اللي نخدموا بهم تاتيكو، كاين 5 بوين اي 3 بوين. هذا 5 بوين نخدموا ما يخص لو كافوم لارينكس، وكاين 3 بوين فيما يخص لي تومور سيريبرال. الطريقه نتاعو اللي باش يستعمل يجي ام ماسك لي مسطح، وين نقومو حنا نوضعوه في واحد نقولوا لو بان ماري. ثاني يرجع لين نستعملوه على الوجه نتاع المريض. كل مريض عنده سيتامول. تريبيان. نستعملوا لي بوين دو روبير، لي بوين دو روبير، وكل مريض عنده ماسك وحده. بعد ما نكملوا نستعملوا في السكانر، نوليو يدخل به لا سال دو تريتمون. لا سال دو تريتمون هو اللي راح يمسك لا تيت تاع المريض باش ما يتحركش، ويساعدنا بزاف في لي بوين دو روبير. نهار يخلص المريض هذا الماسك هذا يولي بدون استعمال ايزاجينيك، وكل ماسك تلقاي اسم ولقب المريض، ما يصلحش ماسك على النوتر مالا. يعني يشوف يعني حتى الامكنه وين يقع يعني يكون العلاج. نعم، وهذو سي لي بوين دو روبير تاعنا بلي لازير، وين راح هذا سي بور لو سونتراج. قبل لا، قبل لهنا لا. حنا حاولنا بدينا من اواخر 2014 وين لحقونا باش بدينا نخدموا تاتيكو بلي ماسك. لو ماسك هذا ثاني وين يساعد؟ انه المريض ربما يسهى ولا يخمم قادر يحرك ولا دماغه، يولي لو تريتمون بعيد. اولا لو بوين دو روبير، وثانيا يحكم دماغ المريض ما يتحركش. سيتام فيكساتور. تري بيان. العلاج الكيميائي يستخدم لتقليص حجم الورم أو منعه من الانتشار في أماكن أخرى من الجسم، وتقليص الأعراض المزامنة للمرض. هنا أول ما يلحق لنا المريض يلحق للفحص الخارجي، يشوف الطبيب الأخصائي في الفحص الخارجي، يتأكد من نوع السرطان وش لازم يدير، نفتحه له ملف نحدد له موعد للعلاج. قبل موعد العلاج تاعو عندنا مجلس اطباء هنا في المصلحه اللي يجتمع كل اسبوع، كل يوم اربعاء نطرسوا كل الملفات تاع المرضى تاعنا باش نحطوا له العلاج المناسب
معناتها طبيب واحد ما يهزش القرار وحده للمريض، كل الأطباء يتناقشوا ويهزوا له العلاج المناسب، وهذا على خضم باقي الدول المتطورة اللي يعالجوا بهذه الطريقة حتى يلحق موعد العلاج نتاعو باش ياخذ الجرعة. الجرعة الكيميائي هذا هو عبارة عن دواء، دواء يتحضر ويحقن في الوريد، كاين العلاج اللي يكون مدة ساعة، كاين مدة ساعتين، كاين علاج اللي يبدأ المريض من الصباح حتى العشية، أكثر كاين علاج اللي يستدعي مع هذا العلاج أدوية واحدة أخرى. العلاج الكيميائي عكس العلاج الجراحة وعكس الأشعة، الجراحة هو استئصال الورم من مكانه، عندك هنا يا ورم نستأصله من مكانه. العلاج بالأشعة أيضا هو علاج محلي، الأشعة توجه مباشرة إلى الورم، بالعكس العلاج الكيميائي هو علاج بعد حقنه في الوريد، إذا راح ينفذ في كل أنحاء الجسم، وين ما يلقى خلية سرطانية حيأثر عليها. في نفس الوقت كما يأثر على الخلايا والأورام السرطانية، كاين خلايا سليمة في جسم الإنسان قادر يقيسها هذا العلاج، وهذا اللي يسبب الأعراض الجانبية تاع الأدوية اللي يعانيوا منها المرضى. والعلاج الكيميائي وكاين أنواع، كاين سكون أبيل لا شيميوثيرابي ذات نفسها، وكاين العلاج لا ثيرابي سيبلي، علاج موجه إلى هدف معين. هنا الفرق ما بيناتهم، لا شيميوثيرابي ادويه، ولا ثيرابي سيبل هذه عباره عن دي زانتيكور، باش نقولها مضادات حيويه تتمد للانسان وعندها اون سيبل، عندها هدف معين تلصق فيه، عكس لا شيميو. لا شيميو يعني قلت لك تقيس الخلايا السرطانيه، وقادره تصيب ايضا خلايا ذات تطور سريع كما مثلا تاع الجهاز الهضمي. وتباينت آراء المرضى المعالجين بالقسم من استحسان للأداء، والبعض الآخر يشتكي ندرة الأدوية. Je suis mon traitement de chimiothérapie. J'ai un cancer du sein. Pas encore, mazal. C'est la 9e séance. Je me sens mieux. Après la chimio, les effets secondaires sont un peu difficiles. J'ai des maux d'estomac, des courbatures, fatigue. La première semaine, tu as la chimio. Je suis soulagée. Des fois, il y a des médicaments pour soulager les maux. درك صافا الحمد لله. والفتي صافا هي نو جو سوي فوني ان بو ديبريمي سافوار كو tu as un cancer du sein c'est un peu difficile. En bas j'ai trouvé هنايا les infirmières, il y a un psychologue aussi ici qui nous ont beaucoup aidé. منين جيتي الحاجه؟ الخنشله. واش عندك؟ عندي مرض مش مليح في الريه، عندي كونسير في الريا. أنا نداوي، ندير في الدواء. أكيد ديري في الدواء. إيه. ريحتي شوية. الحمد لله. الحمد لله في خشلة ما عندكمش. كاين بس ما كانش الطبيب نتاعي أنا. إيه. راكي تروحي وتجي كل يوم. إيه. كنت من 21. ديري لاشي. إيه. ريحتي شوية. الحمد لله. درتي عملية ولا لا؟ ما درتش. ممكن تشوفي حتى حاجة ناقصة لهنا. ماكش تشوفي حتى حاجه ناقصه لها؟ الحمد لله لا مش توالو. وتعيي كي ديري هذه؟ ايه نعيا يضرني. ايه تشاوي؟ ايه يضرني تشاوي تحرر. الله يبارك، الله يشافيك. امين اختي. يعني السبيطار ما شاء الله، لي ميدسان بيان، السيرفيس اكاي ما شاء الله، الفرامل والفرمليات سي تان بليزير ابار دوا سيت. الواحد كي يجي يدي يلقى دوا ما كانش شوية. وش هو الدواء اللي خاصك الحال؟ الكزيلو دا صدر الدواء تاع الصح تاعك هذا. كيما تلقاش واش يصرى لك؟ ها؟ كيما تلقاش؟ كيما تلقاش الدواء واش يصرى لك؟ ما يلقاش الدواء لازم نروح ندبرو. ايه؟ تعرف شحال يسوى؟ ايه؟ الكوت لا بواط تاع 120 تريك 240 اورو. منين جات الحاجة؟ من ولاد جلال درك. والله يبارك، واش راك دير لهنا؟ حاني داوي. واش عندك؟ عند المرض هنا قبلني في المعده نتاعي تحت المشارف. ايه وهاني ندوي لي عدي رافي عامين درك، واش هاني ندوي لي؟
درت عمليه ولا ما درتش؟ ما درتش الوقت الاول الحمد لله. الوقت الاول الطبيب دار لي قال لي ربما دير العمليه وبعد ثاني ما درتش، هاني ريحت ارتحت وريحت شويه. لا باس ريحت. وهنا صح متهلين فيك؟ لا باس رمل هنا ودنيا وين ساعه واش ونجوم ما نلقاوش الدواء اللي تعبنا برك. الدواء؟ اي الدواء اي. والمسافه منا تستمى ما عدوش الواحد الله غالبها كي تشوفوا يروح ويجي وشويه نطولوا هنا العشوة نروحوا تعبانين ياسر. نعم شوي تبسع. ما تبسها تجي لهنا؟ ما نتبسها حجبتني البلاصه هذه صافي 3 اي 9 جور. ها نستلي هنا جو سي اون دو بون مان وجي رومسي تو لو بيرسونيل. نعم نجي في اون اوبيراسيون سي الكولون. وي الحمد لله. وقالوا لي سا نيسيسيت با لا راديو ثيرابي. Après, il y a nécessité de la chimiothérapie. Pour le moment, nous allons peut-être y aura un résultat. Le personnel médical et paramédical, Rabbi Ismaël, m'a dit que je suis allé à la maison. 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 طبيب محتاج كما يقول واحد محتاج تفسحي له المجال جيبي له الدواء لو مرض الفو كي سوا بيلونتي باش يقدر الطبيب يعالج المرض نتاعو ويقدر يفاليي لا سيتياسيون دو سون مالاد ويراو لاحق. ومن جهته يؤكد مدير المستشفى ان الصيدليه لا تعرف ندره وانما تاخرا فقط. بالنسبه للنقص النقص تاع الادويه انا ما نقولش نقص في الادويه يعني نعطيكم الغلاف المالي اللي مرصود لاقتناء الأدوية مبلغ يعني من يوم ما فتحنا المؤسسة ليومنا هذا يساوي ميزانية إنجاز وتجهيز المؤسسة اللي هو يفوق 6 ملايير دينار استادير 600 مليار دو سنتيم اللي تم رصدها للأدوية. الأدوية أنتم تعرفوا باللي رانا عندنا صفقات يعني كاينه مؤسسة مختصة في اقتناء الأدوية اللي هي الفارماسي يعني صيدلية مركزية للمستشفيات عندها صفقات مع دول. بطبيعة الحال الأدوية يجيو حسب الصفقات وحسب يعني لا ليفريزون. في بعض الأحيان أنا يعني يكون تأخر دي بيرتورباسيون با دي روبتور دي بينوري. يعتبر العمل الجراحي من أقدم العلاجات لمرض السرطان ولكنه تطور مع التطورات الحديثة التي واكبتها الأساليب الجراحية. وفي قسم الجراحة بمركز مكافحة السرطان بباتنا وقفنا على عملية من أحدث الأساليب التي وصلت إليها الجراحة والتي أشرفت عليها الطبيبة الجراحة كورجاني. العملية تعرف بما يسمى العلاج الكيميائي زائد الحرارة داخل غشاء البطن أو ما يعرف بلا شيب. La chip, c'est une chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique, c'est-à-dire normalement le médicament que doit être reçu par le malade au niveau des veines. دونك يكون هذا الدواء هذا نحطوه في الابدومين تاع بنادم كيكون محلول سيتادير كاين دو ايتاب لا بروميير المرحله الاولى دونك نفتحوا بنادم اي نديروا نحيوا برسك 95% اذا امكن 100% من الكونسير الموجود لانه هاد لي مالاد هذو اللي راح يستفادوا من لا شيب سوفون سون دي مالاد كي سون كلاسي دون اون ايتاب ان بو سيت اون فاز ان بو افانسي دو لا مالادي سكو اون ابل لا كارسينوس بيريتونيال. دونك سيت كارسينوس بيريتونيال سي بور سيت سامبل ريزون اون سي ديسبوز دان بلاتو تكنيك اي دو كومبيتونس هومين compétences humaines chapeautées par professeur Habib. Donc cette chip, elle consiste à mettre le médicament Neumomoujouz Fliven entre les malades liés à la chimiothérapie. Et là, pour avoir meilleurs résultats concernant la carcinose péritonéale, parce que déjà il y a une maladie dans l'abdomen. Donc, au Chindiru,
ont mis le même médicament dans l'abdomen après l'intervention chirurgicale, après avoir نحيو كامل واش خلات لا تومور مالين بوندون 30 مينوت ولا ساعة، سا ديبون الحالة تاع المريض. وهذا الحديلان رانا وصلنا إلى 25 مريض مدة 9 أشهر 10 شهور. On a tous les drogues anesthésiques, on a tous les drogues de réanimation. C'est un chariot. صباح الخير عليكم. شحال توزني؟ On attend que la malade soit prête, soit bien endormie pour commencer l'intervention chirurgicale. Vous allez placer un cathé. Je suis docteur Korjani, je suis maître assistante au niveau des services de chirurgie oncologique CAC Betna. On va opérer une malade, on va pratiquer une chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique. C'est le seul centre en Algérie qui fait cette intervention. Et on vous invite à nous assister. On incise, c'est un abdomen cicatriciel. Alors, chapeau, bistouri électrique. Lame d'acide d'après. Prends ça. Prends. Les ciseaux. Laser, non. On n'a pas bien exploré, laser. On continue notre cytoréduction. Et voilà le réanimateur, il a commencé à instaurer la chimiothérapie par voie systémique. Il doit passer une heure avant le bain de la chimiothérapie intrapéritonéale. C'est bon. Une pince encore. 1, plutôt 2.
C'est une classification qu'on fait avant, avant d'entamer le traitement. Ça entre PCI 16. D'accord. Ça, c'est une bonne patiente pour une bonne candidate pour la pratique de la chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique. العملية كانت متابعة من قاعة المحاضرات. Non, je parle de ce cancer par rapport à cette technique. Oui, oui. Non, non, c'est une pathologie rare quand même, partout dans le monde. Oui. Il y a plusieurs types de cancers. Par exemple, on a une recrudescence du cancer colorectal, des reprises pour complications, oui. C'est décrit les complications. Les complications sont décrites partout. Il y a la formation de gélatine dans l'abdomen. Donc, le service de chirurgie cancérologique, il a deux volets. Il y a un volet de soins pour les malades et un autre volet qui prend une dimension pédagogique. Et vous avez remarqué que lors de l'intervention chirurgicale que vous avez filmée, qu'il y a une transmission directe au niveau de Qa'at Muhadarat. Donc les étudiants et les autres médecins ils peuvent suivre et même être en communication directe avec le chirurgien qui va donner des explications et répondre aux différentes questions. Là, on a terminé notre intervention. On a placé les draps dans l'abdomen et est en train de fermer. Là, on est en train de fermer notre cicatrice chirurgicale. Là, c'est bon, on a terminé. Je laisse les résidents fermer la peau. Et je sors écrire mon protocole opératoire en attendant que la malade se réveille. Inch'Allah. On vient de terminer notre intervention. C'est-à-dire pas encore, il reste à faire le pansement et la peau de la patiente. Et puis elle sera réveillée dans la salle de réveil ou là-haut sur la table opératoire. C'est une intervention très, très lourde qui prend beaucoup de temps. On doit être vraiment patient. Et voilà, j'espère que ça va marcher pour la malade. Et on va. Je dis de faire de l'amalia, ça se fait partout dans le monde. On est un pays parmi. C'est-à-dire que c'est le premier centre en Algérie qui fait cette intervention. Le premier centre de chimiothérapie intrapéritonéale à ventre ouvert, ici, à Betna. Les autres CAC sur le territoire national ne le font pas encore. Et on reçoit des malades de partout, des quatre coins de l'Algérie. On a des malades de Mnéa, deux malades de Blida, on a beaucoup de malades qui viennent de partout. Il y a des malades qui répondent aux normes. C'est-à-dire chez qui on est arrivé à faire la technique, d'autres non. C'est-à-dire en ouvrant la malade, on peut ne pas faire la technique. Bien sûr, bien sûr. C'est des études partout dans le monde qui ont été faites et ça donne des résultats. L'opération, ça donne. Ça donne des résultats, oui. Pardon ? De 6 mois. Non, c'était 6 mois la carcinose péritonéale. Ça dépend de la pathologie. Par exemple, le colorectal, c'était une survie de 6 mois. Maintenant, la médiane de survie, elle est à 2 ans, 3 ans. Il y a même ceux qui vivent jusqu'à 5 ans. Pour le colorectal, pour le pseudomyxome, il y a ceux qui vivent jusqu'à 10 ans, 20 ans. Ça dépend de la nature histologique. Quand il est bas grade de malignité, le malade peut vivre longtemps. On va extuber la malade, donc la malade se réveille. Allez, Yannick, madame, la basse. Allez, Yannick, la basse. Ça va? C'est le temps d'extubation, c'est un temps essentiel et en même temps, c'est un temps. Important puisqu'il y a le risque de vomissement, le risque d'inhalation, le risque de broncho, de laryngospasme.
Donc on va extuber la malade. C'est une extubation d'un malade bien éveillé. Oui. Puisque l'estomac, on a un estomac, une gastroparésie, donc il y a un risque de vomissement. Donc on doit l'extuber où elle est bien éveillée. Aujourd'hui, on a endormi une malade pour une intervention aussi lourde. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à une chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique avec cytoréduction. Donc, c'est une intervention lourde. En matière d'anesthésie, c'est une on a procédé à un protocole d'anesthésie précis. C'est un protocole qui est basé sur une anesthésie générale plus une anesthésie locorégionale à visée analgésique, donc péridurale. عينات إلى مخبر مجهز بأحدث الوسائل للكشف عن نوعيتها. ولعل أهم جانب هو التخفيف عن المريض وتقديم خدمات لهم، وهنا يكمن دور الجمعيات التي تسعى إلى مرافقة المريض. التقينا برئيسة جمعية أمل بتنا التي تدعم المرضى، أين افتتحت محلات ومقاهي مداخلها تعود إلى المرضى، وكذا الفندق الذي يوجد بالمستشفى والمخصص للمرضى المقيمون خارج الولاية. الجمعية هنا متواجدة بالتنسيق مع إدارة المستشفى. هي كما قلت لك نفس الشيء، راهي تساعد في المرضى. كي بدينا مع الكاك أول ما في 2008 كان عندنا فقط قسم لو سيرفيس دونكولوجي. كانت الجمعية تساعد المرضى ماديا معنويا، هي متواجدة حتى في القسم، يعني تقدم لهم المساعدات المادية باش يديروا التحاليل تاعهم، باش يديروا لي غاديو تاعهم، باش حتى يعني كانت توفر لهم مساعدات في مثلا تعاونهم في الغذاء تاعهم، في الافطار الى غير ذلك. من بعد كي وصلنا دخلنا هنا لوكاك بالتنسيق مع إدارة الكاك، دائما حنا بدينا مع بعضنا، لان كما قلت لك خرجنا من المستشفى بالتنسيق مع اداره الكاك الى اسوسياسيون درك راهي مسميه لاسوسياسيون امل دو كاك باتنا. سيكو رانا متواجدين هنايا يوميا مع الزميله ساميه، هي متواجده هنا، راهي تشوف المرضى اللي يدخل جديد واش ينقصوا واش يخصوا. ترونسبور اول حاجه درناها هو اون اشتي ان بوس بوغ لي مالاد. علاش؟ لان المستشفى هنا لو كاك مثلا لحد الان ما عندناش، مازال ما حلش لو سيرفيس ديماجري في الكاك. درك المرضى تاع الكاك ينتقلوا للمستشفى الجامعي باش يديروا سكانير، يديروا لي غاديو. هنا لوتيل على مستوى المستشفى كاين لوتيل، الدور تاعنا احنا في لوتيل، رانا كيف كيف بالتعاون مع اداره المستشفى نقدموا للمرضى يعني الوجبات تاعهم، خاصه احنا مركزين على وجبات الافطار. رانا كيف كيف نساعدوا هنا في لوتيل الاشياء اللي يباتوا المرضى هنايا تاع لا غاديو ثيرابي. هنا ما تنسايش باتنا لغسوا لي 48 ولايه برسك بور لا غاديو ثيرابي، راهم يقعدوا 30 يوم. احنا متفاهمين مع اداره المستشفى الشيء اللي يقدموا المستشفى والاخر، والباقي راه يتقدموا الجمعيه. التحلي بالشجاعة ومواجهة المرض هو السبيل الوحيد أمام المريض للشفاء دون أن ننسى الالتزام بالعلاج.
مرضى السرطان نقول لهم باللي لازم يشكروا فخامة الرئيس ولازم يدعيوا له ولازم يدعيوا للبلاد ولازم يعرفوا بأنه هم يعني في المنظومة تاعنا نقطة اهتمام خاصة. نتمنى لهم كل الشفاء وربي يعني يلطف بهم. هذه حاجة أولى. والحاجة الثانية حبيت نقول لك حاجة اللي كثير من الناس ينساوها أو يتنسوها. الجزائري المصاب بمرض السرطان يعالج بآخر ما توصل إليه الطب والبحث العلمي في أمريكا وفي أوروبا وفي كل الدول المتحضرة. في هذه الدول هذه الأدوية ليست مسموحة أو في متناول أي كان، لكن في الجزائر في متناول كل الجزائريات والجزائريين لأنه العملية مجانية. ونقول لهم بأنه فخامة الرئيس شخصيا يتابع هذا الملف باهتمام كبير 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 جدا. والله بالنسبة للمرضى احنا المرضى على العين والرأس. المرضى احنا المهمة نتاعنا الأولى هي التكفل بهم. أنا نطلب من الأولياء المرضى نطلبوا منهم يعني يكونوا يديروا ثقة تامة فينا وفي الطاقم الطبي المتواجد على مستوى المؤسسة اللي هو طاقم طبي من مستوى عالي. والدولار هي تكفلت، وزارة الصحة سيد عبد الملك بوضياف راه زار المؤسسة هذه خمس مرات يتفقدها. رسالتي للمرضى سرطان نقول لهم لازم تكون عندكم إيمان قوي، تكون عندكم شجاعة. المرض ما يقتلش، الدواء كاين، راكم كاع كي تكون مناعتكم مليحة كيكون إيمانكم قوي تنجحوا وتكونوا لباس عليكم. عندنا مريضات أكثر من 20 سنة راهم عايشين لباس عليهم وراهم يعاونوا فينا في الجمعية. يفوا فوار دو كوراج لو كونسير سيت اون مالادي اللي راهي تشفى. اللي مريض باللاتونسيون يبقى عنده لاتونسيون، لاشتيا تبقى، لو ديابيت يبقى، مي لو كونسير يقدر يرتاح سورتو مع لا بريزون شارج اللي راهي متوفرة دركا، يعني مع الدواء اللي راهو موجود والعلاجات اللي راهي موجودة. يفوا فوار جوست دو كوراج، الشجاعة والشجاعة، وما يقتلناش المرض، نتحداو المرض، فكلنا ضد السرطان. ويبقى الحل الأمثل حسب الأخصائيين هو رفع مستوى الوعي بهذا المرض والتعريف بخطورته وطرق الوقاية منه وكيفية علاجه، دون أن ننسى المحيط العائلي وطريقة التكفل بالمريض المصاب. مكافحة مرض السرطان كان هذا موضوع عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. إلى أن نلتقي في أعداد مقبلة بحول الله، دمتم أوفياء لنا، إلى اللقاء.